يا ابني مش هي دي المشكله. ما انا عارف انه حلالي. المشكله انا مش عايز اعمل كده. لا من ناحيه زهقت، ده انا زهقت وطهقت. وبعدين خلي بالك يعني انا لو عايز اعمل كده اساسا انا معيش فلوس. لا يا عم تسلفني ايه؟ لا مش للدرجه دي. الموضوع يا راجل حلو يعني؟ شديده؟ انت شفتها؟ ما دي اصعب حاجه يا عم، هي دي اصعب حاجه. لا طبعا هي دي مش هتوافق. انت مجنون؟ اروح اقول لمراتي انا هتجوز عليها؟ تتجوز على مين يا حيوان؟ اقفل اقفل اقفل. افتح الباب. عايز تتجوز عليا يا حيوان؟ ليه؟ انت شايفاني يعني اتجوزت؟ هو كلام بسمعه وخلاص. بطل بقى كداب كداب. بطل قلة أدب واتكلمي معايا كويس. أنا اللي بطل قلة أدب. أنت فاكرني خدامة جايبها من الشارع علشان تاخد منها اللي أنت عايزه وبعد كده ترميها؟ وحياة أمي اللي أربيك على قلة أدبك دي، ما تخلينيش أمد إيدي عليك. تمد إيدي على مين؟ روح ربي نفسك. بطل كدب. بتقابل ربنا إزاي؟ صلاة إيه اللي بتصليها دي؟ بتصلي ليه؟ لما أنت كداب. عملت ايه غلط؟ هو برضو الجواز ده مش حلال ولا كمان عايزه تحرميه؟ وحياة امي؟ لا جرب بقى تعملها يا سيف وانا هوريك الحرام على اصوله. والله انت مجنونه، انت بقيتي مجنونه. ايوه مجنونه مجنونه يا زباله يا زباله. هو احنا واقفين كده ليه؟ ما تيجوا ننزل نقف مع الناس اللي واقفه تحت دي نستنى العروسه، جانا العروسه. زي ما انتوا عايزين براحتكم. طب يلا. اكيد لما هتيجي هنسمع زغيرته وننزل. مش عايز اتحرك خالص. مستنيه العروسه تيجي تاخدها بالحضن. يعني انت عاجبك وقفتنا كده؟ اه. برد. الو. اي حبيبتي. طب كويس. اول ما توصلي بس بتكلميني. ماشي يلا باي. هدي الجايه. جدا. كويس حلو. أطفال أولى؟ ماشي. كان واحد مش مصري، كان إنجليزي. أوبا. ما كانش في مصر خالص. ما كان فين؟ بقول لك إنجليزي يبقى في إنجلترا، مش عايزة أذاكر. لأنك كان فرنسا بقى، يا ذكية. أصلاً. إنجليزي وفي فرنسا. ناس ليها فرنسا وناس ليها بورسعيد. ناس ليها بخت وناس ليها تركي. بورسعيد؟ ليه؟ هو كده بورسعيد وخلاص. شتا هناك على فكره. الجزمه وجعاني جدا. اسكتوا بقى عشان العروسه جايه. يلا اقفوا عدل واعملوا كده. اعملوا كده.